فيلك فيلك من زمان. مجلس المصري بيتهان. مجلس المصري بيتهان. مجلس ده لازم يقول. مجلس ده فاين عطول. مجلس الشعب لازم يقول. مجلس يعني احنا من نفسنا متضامنين مع حملة الماجستير والدكتوراه، متضامنين فعلا، يعني ان ناس تعبت وناس ذاكرت وناس يعني لغاية ما ربنا كرمها وفي الاخر قعد على الرصيف. احنا عايزين حل للموضوع ده، عايزين قرار وزير التخطيط كلام سليم بالدرجة، ووزير المالية بدرجات المالية لحملة الماجستير والدكتوراه. فاحنا متضامنين مع الناس دي، وان شاء الله حقهم وكل اللي يطلبوه ان شاء الله بنا احنا نعبر عنه جوه في البرلمان ان شاء الله. حرام الناس دي تعبت، الناس دي ذاكرت، الناس دي في الاخر ما تسودش يعني باقل درجات علميه من غير ما نذكر يعني اي درجه علميه، ما تسودش باي حد ولا وصلت لاي حد. ربنا الله المستعان.